السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أحب البداية أشكر كل الأصدقاء اللي دعموني بالاشتراكات وباللايكات وبتعليقاتهم الحلوة على الفيسبوك، وأحب أشكرهم شكر جزيل، وأحب أقول لهم الخاطر عيونكم إن شاء الله إن شاء الله قريبا راح أسوي بطولات خاصة لعيونكم، لأن تستاهلون أكثر وأكثر. اليوم عندنا تفتيح باكجات، مثل ما نشوف سوية الصناديق اللي عندنا سوبر ماجيكال تشيست وصندوق عملاق وصندوق التاج وصندوق مجاني وصندوق فضي، وعندنا صندوق القبيلة، وعدي بالأخير لكم مفاجأة صندوق آخر راح نفتحه بنهاية الفيديو. راح نبلش بأضعف الصناديق ونبلش بالصندوق المجاني. خلينا نفتح الصندوق المجاني. أوكي، فلوس 92، كرة نارية، 11 كارت برابرة مميزين كل زين، اريد اطورهم. هسه نفتح الصندوق المجاني الثاني نشوف شنو بي. فلوس 92، جواهر 2، اوكي، غولم جديد 1، زاب 11. هسه خلصنا الصناديق المجانية، فتحنا صندوق المجاني. هسه خلينا نفتح صندوق التاج. شباب اتمنى تكتبون ايش كنت تتوقعون ممكن نحصل اسطوريات بهذه الباكجات. هنفتح الصندوق التاج، فلوس 539، جواهر 4، قلم جليد 2، ارشر 28، رماس سهام، برابر مميزون 40 كل زين، وفالكري 6. اوكي، خوش كروت بالنسبة لصندوق التاج. هسه احنا راح نفتح صندوق الفضي. احنا قلنا من الصغير راح نفتح للكبير. فلوس 73، ماسكتير مفجر. اوكي، فلوس ماسكتير مفجر، هذه المفاجأة اللي قلت لكم عليها، هذه المفاجأة اللي قلت لكم عليها. يعني في حال انه ما حصلنا اسطوري بصندوق الماجيكال او بالصندوق العملاق، ان شاء الله اكيد احنا ضامنين اسطوري بنهاية الفيديو. انا عندي اسطوريين كلهم موجودين تقريبا، عندي الساحر الثلجي وعندي اللافا وعندي السباركي وعندي يعني كلهم عدا الساحر الكهربائي والاميره والتنين الشرير. ما ادري عشان اتوقع على حيطين التنين الشرير، بس ما اعرف، ما ادري يعني هو ايش قدر ردت الاميره ما اعطاني. هسه نفتح صندوق العملاق، 1615 فلوس، غول نفخ السهام 5، اوكي تمام، عملاق نادر، عملاق نادر شنو؟ صار لي هواية ما شايف العملاق فمشتاق لكلش. اوه 274 برابر مميزون كل زين، 274 برابر مميزون، والله شكلي راح اطورهم اسويهم مستوى 11. هسه خلصنا صندوق العملاق صندوق التاج، بقانا بس السوبر ماجيكال تشيست. تتوقعون نلقي بيه اسطوري؟ خلي نفتح اسويه ونشوف، عسى ولعل يطلع لنا اسطوري، لانه اكو احتمال انه يطلع لنا اسطوري بيه. فلوس 4116، خوش فلوس، برابر مميزون 29 برابر مميزون، اعصار 2 يعني محتاجة، مدفع هون 208 ليش؟ على العموم هياكل عظمية 288 يا ظالم. على العموم خلينا نشوف بعد، اكيد راح يعوضنا اكيد راح يعوضنا. هسه يطينا فتشي امير فارس رقم 7، شو اسوي بيه؟ شو اسوي بيه هذه التشكيلة؟ والله هو نفخ السهام 137، والله انا اصلا ما طلبت شكلي راح اطوره. يلا اسطوري اسطوري، قول اسطوري يا الله، يلا اسطوري، عسى ولعل اسطوري 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 اسطوري. برميل غول 13، برميل غول يا ظالم، واني سوبر ماجيكال سوبر ماجيكال، وقلت سيعطيني لا ساحر كهربائي لا يعطيني شيء، الله صدق تحكي. على العموم اصدقاء لا تشيلون هم، ان شاء الله نعوضها. انا قلت لكم احنا اليوم ناخذ اسطوري، يعني ناخذ اسطوري. مثل ما شوفتكم بنص الفيديو اكو عرض اول 500 جوهره صندوق اسطوري، يعطينا واحدة بطاقة اسطورية. خلينا نفتح ذاك الصندوق ونشوف، عسى ولعل يعطينا بطاقة جديدة، عسى ولعل يعطينا بطاقة. انا عندي محتاج الاميرة ومحتاج الساحر الكهربائي، تنين الشرير ما عندي بس ما محتاجة، يعني اتمنى يعطيني مثلا ساحر كهربائي او الاميرة. خلينا نشوف اصدقائي، قبل ما تشوفون الفيديو اكتبوا ايش تتوقعون راح يعطيني بهاي البطاقة الاسطورية.
ايش تتوقعون؟ انا قلت لكم كل الاسطوريات عندي، محتاج ساحر كهربائي او الاميرة او التنين الشرير، اي بطاقة تتوقعون؟ راح نفتحها هسه، راح نصرف 500 جوهرة، تشوفون 778؟ هاي اجمعها انا. اوه تنين شرير، يعني دائما يقول لك البطاقة اللي ما تريدها يعطيك اياها، والبطاقة اللي تريدها ما يعطيك اياها. ما ادري، عبالك يطب بعقلك ويفكر انه انت شو تريد، يقول لك بيع عنادك ما اعطيك. على العموم المهم حصلنا بطاقة اسطورية يا اصدقائي، وفتحنا كل الصناديق اللي عندنا. بقى فتشي نسينا نفتحها، صندوق القبيلة. صحيح صندوق القبيلة، هسه راح نفتح صندوق القبيلة، خلينا نشوف صندوق القبيلة احتمال يطلع لنا بيه اسطوري. قول يا الله يا الله، فلوس 1620، خوش فلوس والله. صندوق القبيلة خوش فلوس، كوخ بربري واحد، مينيون واحد، شو واحد واحد، قنبلة برش قنبلة خمسة خمسة، الله زاب 57. يلا بعد شنو عندك؟ بيكا 20، بيكا صغير برابر وميزين 183، والله كملوا لح اسويهم مستوى 11، الا اسويهم مستوى 11. يعني ايش قد 20,000 فلوس يحتاجين، لازم نجمع فلوس. بلكت اسطوري يا الله، قولوا اسطوري اسطوري اسطوري. سنساخ وثلاثة، يلا مو مشكلة، هو صندوق القبيلة. هو اصلا انا يعني ما لحقت، يعني حتى ما لحقت العب، يعني الفريق مالتنا ما ادري ايش بيهم. على قولة عادل امام، نمت قعدت لقيت نفسي رئيس جمهورية، انا نمت قعدت لقيت صندوق القبيلة مفتوح. شكرا لكم اعزائي اصدقائي على متابعتكم، وان شاء الله اذا حصلت مجموعة صناديق تستحق ان واحد يسوي عليها فيديو، ان شاء الله راح اسوي فيديو جديد، ونلتقيكم ان شاء الله فيديوهات اخرى. وتحياتي لكم وشكرا لكم ومع السلامة.